الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى خلق السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدًا عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى نبي الهدى وليث العدى وسحب الندى كامل المعنى دليل السرى خير الورى فائق الحسنى رسول الرضا أنواره تملأ الفضا وعنه الملأ الأعلى يروي فضائله الحسنى هو القرشي الهاشمي الذي له مناقب حسن لا تبيد ولا تفنى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله إن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الإنسان وأين ما وجد الإنسان يوجد الصراع بل إن الصراع يوجد في دواخل النفس البشرية الواحدة وداخل كل إنسان على حدة بين بوادر الخير ونوازع الشر وبين الحق وبين الباطل وإن لله في الكون سننا تقوم على المغالبة والمدافعة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وإن الكون يقوم في سننه على المغالبة والمدافعة فإن الرياح تأتي فإذا بالأشجار تتثنى تقاوم الرياح لتبقى واقفة حتى لا تذهب أدراج الرياح وهكذا يعيش كل الناس يدافعون عن مصالحهم وعن منافعهم في هذه الدنيا أيا كانت هذه المصالح وهذه المنافع سواء كانت في الدنيا والتجارة والأموال والأعراض وكذا والعقول كل إنسان يسعى للمحافظة على ما يملك من منصب وجاه ومكانة ورفعة ولكن من أعظم سنن الله أن أسوأ أنواع الصراع وأقواها ولا يرجى برؤها هو الصراع الذي يكون في العقيدة والدين وكل العداوات ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين وإذا حصل التباين العقدي والاختلاف الحضاري والتعدد الثقافي إذا بالأمم تتصارع والمجتمعات تتقاتل وإن معظم أنواع الصراع الذي يدور في العالم في غفلة من المسلمين إنما هو صراع معتقدات وهوية وثقافة إنه بقاء من أجل العقيدة والدين وبالتالي تحمي أمريكا إسرائيل لأجل الدين إن حماية إسرائيل واجب مقدس عند جميع حكام أمريكا بدءا من جورج واشنطن مرورا بكارتل وبوش الأكبر وكلينتون وبوش الأصغر كلهم يرددون عبارة يقولون إن واجب إن حماية إسرائيل واجب مقدس وإن أمريكا إذا لم تحمي إسرائيل تخون الله وتخون دينها ونحن كأمة مسلمة ننطلق في تعاملنا مع أعداء ملتنا ومع خصوم ديننا من منطلقات هشة للأسف الشديد البقاء والاستعمار والموارد والنفط والبترول وإلى غير ذلك وأنا أرى أن هذه قضايا جانبية القضية الأساسية التي تحرك العالم كله في عصرنا
قضية المعتقدات وقضية الثقافة، وهي القضية الحية، وما أسماه الغرب بصراع الحضارات، إما أن يبقى الإسلام وإما أن يبقى غيره. ولكن المهم، أين عالمنا الإسلامي من معتقداته ومن ثقافته؟ إن عالمنا الإسلامي وللأسف الشديد هو العالم الأغنى ماديا والأرقى مواردا، بل والمتفوق روحيا، غير أنه في ذيل الأمم وفي مؤخرة الركب، بل تتداعى عليه الأمم، تقتسم أرضه وتجتاح دياره وتهدم مبانيه، وقبل ذلك تخترق معانيه وتغير أفكاره ومناهجه. وللأسف الشديد يعاني العالم الإسلامي من هذا التداعي الذي وصفه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل 27 و400 وألف من السنين، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل بتضييع معتقداتكم وعدم الاعتزاز بثقافتكم وعدم الدعوة إلى دينكم والركون إلى الدنيا. ولذلك الوهن حب الدنيا وكراهية الموت وكراهية القتال. وبالتالي سوف يحصل تدخل في السودان من قبل الأمم المتحدة، ونحن من على هذا المنبر نقولها كلمة لله، إن دخول قوات من الأمم المتحدة في السودان يعني بداية حرب عليهم، وإن المسلمين في سوداننا لن يسكتوا. وأنا أقول من هذا المنبر، ولعل الكلمة تصل للأمم المتحدة، أن تتعقل وأن لا تعيد السيناريو الذي حصل في العراق. إن موظفي الأمم المتحدة بعد هذا لن يؤمن على أرواحهم في شوارع الخرطوم ولا في نيالا ولا في الفاشر، لأن ولاة الأمر في دارفور أعلنوا التعبئة والجهاد، وهذا يعني المصادمة وإراقة الدماء. إن أرادت الأمم المتحدة أن تحافظ على الأرواح وأن توقف النزيف وجاءت من أجل الإنسان والإغاثة، عليها أن لا توسع الشقة، وعليها أن لا تسمح بهذا التدخل الذي لن يسكت عليه الناس. وما كل الناس يتفهم وما كل الناس يتعامل بالتعقل، ولذلك يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. ينبغي أن لا نكون سطحيين، أن نناقش القضايا من خلال أصولنا وجذورنا، نناقشها من خلال القرآن الذي يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إن الدوافع سيئة وهي الحسد. إن أهل الكتاب يعلمون علم اليقين أن رسول الله محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، ولكنهم أنكروا ما عرفوا من الحق، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إن الدين صراعه صعب، وإن محاربة المعتقدات قضية صعبة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير. تتبع ملتهم بالرغم من أن الكفر ملل وجماعات ويهود ونصارى، ولكن اليهود والنصارى يتجمعون من أجل محاربة الإسلام والمسلمين، بتشويه صورة نبيه، بمحاربة أفكاره، بالتدخل في دياره، التدخل المباشر وغير المباشر. وبالتالي تصبح القضية قضية المسلمين المستضعفين الذين
تركوا دينهم. إن الكفار ما تجرؤوا علينا إلا لضعفنا، وما دخلوا ديارنا إلا بمعاونة من بني جنسنا ومن بني ملتنا. ضربت دول من أراضي دول، واحتلت ديار، ودخل الكفار بلاد، والذي أعطاهم المساحة هم المسلمون. قالوا لهم تعالوا انصرونا، فتحوا لهم الباب وأعطوهم المبررات لدخول بلاد المسلمين. لو كان المسلمون حقا على دين لنصرهم الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الدين ينتصر بالإيمان، وينبغي أن نقف بكل صراحة مع هؤلاء الكفار الذين يعادوننا حتى تتبع ملتهم. فرنسا وانجلترا كانتا من ألد أعداء ألمانيا. ألمانيا وفرنسا وانجلترا تقفان ضد فوز حركة حماس ويقطعون المعونات. يا سبحان الله، حتى الأعداء تجمعوا بعد أن كانوا في حروب عالمية يقتل بعضهم بعضا، تجمعوا علينا. الاتحاد الأوروبي يعلن تضامنه مع الدنمارك التي سبت صحافتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنت فيه في رسوم كاريكاتيرية ساقطة لا تعرف التعقل ولا لغة الحوار ولا النقاش. لو تكلموا عن نبينا كلاما فيه شبهات، لماذا يفعل كذا، لماذا يعلن الجهاد، ناقشناهم. أما أن يأتوا برسوم من الكاريكاتير يسيئون به إلى خير البرية وإلى أفضل الرسل في ظل ذكرى الهجرة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان حيا لم يسلم من المشركين، وما أتى أحد بمثل ما أوتي به إلا أودي، لأن دينه حي وفاعل ومصادم، ولأنه دين جاء من أجل أن يحرر الإنسان من الشهوات. وأوروبا غارقة في عبادة المادة وفي عبادة الجنس. الدنمارك أسوأ بلدان الله في الأخلاق، ولذلك تعادي نبي الأخلاق. لو كان عندها أخلاق لاحترمت رسالته وإن خالفته. ولما سئل رئيس الصفحة الثقافية التي نشرت الصحيفة التي نشرت فيها هذه الإساءة، هل يمكن، قالوا هذه حرية تعبير، قالوا لو كتب عن اليهود والإساءة إليهم أكنتم تقولون أنها حرية تعبير؟ فإذا برئيس الصفحة الثقافية يتهرب من الإجابة، والإجابة أنها لما كتبوا وقالوا أن المحرقة التي وقعت لليهود في ألمانيا النازية على يد هتلر أنها أكذوبة يهودية صنعها الإعلام والأفلام اليهودية، قامت قائمة الدنيا وتكلموا في مهاتير محمد ومن قبله رجاء جارودي الذي قال أن هذا حكم في فرنسا. لأجل ماذا؟ لأجل أنه تكلم عن اليهود. ونحن لا يريد لنا الاتحاد الأوروبي أن ندافع عن ديننا. أفيقوا أيها الناس، أوروبا ليست لكم بصديق، أوروبا عدوكم. يا أيها الناس، يا أيها المسلمون، أفيقوا ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أين العلمانيون في ديارنا؟ لماذا لا يدافعون عن رسول الله؟ أين المتشدقون بتقديس الأديان واحترامها واحترام الآخر في ديارنا؟ لماذا الذين يتبنون الدفاع عن رسول الله؟ الحركات
والتيارات والجماعات الإسلامية. لماذا لا تتبنى العلمانية ولو مرة الدفاع عن مقدسات الأمة لتعلم أنهم أذيال أوروبا وأنهم أتباعهم، ليعلم الناس ما تخفي صدورهم أكبر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا ما عنتم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يريدون أن يمكروا بكم ويريدون أن يقاتلوكم ويحيكون المؤامرات. والقرآن يفضحهم ويقول سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله وبما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. نصر الله الرسل جميعا ونصر نبينا صلى الله عليه وسلم. الدنمارك أسوأ دولة في الأخلاق، ونبي الأخلاق هو نبينا صلى الله عليه وسلم. هل تعلم أن أكثر دولة ينتشر فيها زواج الرجال من الرجال في الدنمارك؟ هل تعلم أن وزراء في الدولة يمارسون الوزارة ويحلفون اليمين الدستوري تزوج بهم من رجال؟ رجال في الدنمارك وزراء مزوجه، مزوجنه ترقاه مزوج راجل زيه. ما هو المزوج؟ ما هو مزوج؟ أقل من أنه يزوج، هو مزوجنه. هؤلاء حق لهم أن يسيئوا رسول الله، حق لهم، لأنهم ساقطون وسفلا. العقلاء من أهل الأديان الذين يخالفون الإسلام، يخالفون الإسلام بموضوعية ويناقشونه بعلمية. أما أن تسيء، كل الناس يحسن الإساءة ولكننا لا نسيء، كل الناس يحسن الإساءة ولكننا لا نسيء. ندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تأذى من قريش ومن الكفار حيا وعانى، ومن يوم أن خرج إلى الدنيا وصدع بدعوته فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. لقد استهزئ به وبرسل من قبله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وما من مجتمع إلا وعاد الرسل وعاد الأنبياء أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. والله يعصمك من الناس، إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر حقيقة ويقيني الراسخ الذي لا يتطرق إليه شك أن الله سينتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم انتقاما إلهيا، لأنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف بسيد الأولياء وإمام الأتقياء؟ إلا تنصروه فقد نصره الله من ذي قبل. ولذلك على الأمة أن تفيق وأن تعلم أنها ليست مجرد حملة عادية، إنها حملة ضد الإسلام وضد المسلمين. الاتحاد الأوروبي يعتبرنا عبيدا له، يقول مجتمعا: أي مقاطعة للدنمارك تعتبر مقاطعة لأوروبا كلها، فلتعتبر مقاطعة لأوروبا كلها. دار يحبس مننا الهواء، هو أوروبا عمل الشروزات. لو أن العالم الإسلامي استيقظت حكوماته من الغفلة ومنعوا جميعا البترول عن أوروبا لأذلت أوروبا. إن أوروبا تتطاول علينا بضعفنا أو لضعفنا، لا نمتلك الأسلحة في عالم يتحدث عن لغة القوة. نحن أمة ضعيفة، ضعيفة لأننا أضعفنا أنفسنا. ينبغي أن نستفيد من هذه الحادثة بالحديث عن مغازيها ودلالاتها العميقة، ليس مجرد مظاهرات تخرج في الشوارع ولا مسيرات تندد. نعم، هذا قد يعكس
كما حصل في أنحاء العالم يعكس موجة الغضب التي عمت العالم الإسلامي. يا أخي هذا رسول الله، هذا خط أحمر، لا يمكن. ليس هذا احتلال العراق ولا تقتيل المسلمين، هذا سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرني بمقولة شيخ الإسلام ابن تيمية، أن أي سب للرسول صلى الله عليه وسلم انتصار للإسلام، لأنه سيحيي مشاعر الغضب، وسوف يستيقظ النائمون من سباتهم، وسوف ينتبه العلمانيون من رقادهم وشعاراتهم البراقة الجوفاء. سوف تحيا الأمة. إن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا أمة الإسلام من الخليج إلى المحيط، أحيا أمة الإسلام. امتلأت الشوارع، وقفت الحكومات مواقف قوية، بعضهم صحب السفراء وبعضهم استدعى السفراء، سفراء الدنمارك في بلادهم. وما أظن إنه الدنمارك يكون عندها سفير عندنا في السودان، وإن شاء الله ما يكون عندها ذاته، والحمد لله إنه ذاته ما عندهم سفير عندنا. مقاطعة ضخمة، قال أكبر رئيس شركة ألبان في الدنمارك: ما بنيناه في 40 سنة انتهى في 5 أيام، انتهى في 5 أيام. هذا رسول الله يا ناس، هذا رسول الإسلام يا أمة الإسلام، هذا رسول الدين يا أمة محمد. ماذا ينتظر المسلمون في العالم؟ أتوقع أن يطرد جميع سفراء الدنمارك من جميع الدول الإسلامية والعربية، وأتوقع أن يسحب جميع السفراء من الدنمارك وتغلق السفارات فيها. ولو أراد الاتحاد الأوروبي أن يدخل المعركة فلتغلق جميع السفارات الإسلامية في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ما الذي سوف يحصل؟ هل سنموت من الجوع؟ لعل هذا ينفعنا أن نقبل على ديارنا البور وأراضينا الواسعة فنزرعها. إلى متى تعتمد الناس على الكفار يذلونهم ويحتلون ديارهم ويدافعون عن إسرائيل ويضعونها في قلب المنطقة نكاية في الناس؟ إلى متى؟ إلى متى؟ متى تفيق الأمة؟ أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الحكام. إنها نقطة فاصلة في التاريخ، لم يسيء المسلمون إلى نبي من الأنبياء أبدا، بل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. نحن لا نسيء الأنبياء لأننا أتباعهم، بل حتى ملكة الدنمارك التي قالت أن هذه حرية وعلى الناس. سبحان الله، الاتحاد الأوروبي يقول سب المصطفى عليه الصلاة والسلام حرية، ولا يرى في الشعوب حرية أن تقاطع من تريد أن تقاطعه. يا أخي أنا ماذا أشتري؟ حرية أيضا. تتشدقون بالحرية؟ ما هذا التناقض؟ الاتحاد الأوروبي قال دي حرية، جميل، نحن ما دارين نشتري أيضا حرية، تعاقبوننا على حريتنا عشان أبينا نشتري من الدنمارك؟ دي ما حرية، تعاقبوننا على حريتنا وتتطاولون على نبينا. أنا لا أقول نبينا، إن الذي يطعن في نبي الله طعن في جميع الأنبياء من قبله. أنا لا أقول نبينا، هو نبي رب العالمين، ولذلك صلى بالأنبياء وكان يحبهم. وعيسى عليه السلام سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سوف يحكم بشريعة الإسلام. إن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم سب لكل الأديان إن كانت الأديان الموجودة حق، لكنها ليست بأديان حق. الأطفال في العراق، الأطفال في العراق يفرشون العلم الدنماركي ويمشون عليه بالأقدام، تعبير بسيط، من أطفال لا يملكون للدفاع عن نبيهم الذين ربما سماهم عليهم آباؤهم.
محمد وأحمد ويسمونهم على أسماء النبي عليه الصلاة والسلام والماحي وهكذا يسمونه ومزمل ومدثر. هؤلاء الذين سموهم الأطفال في العراق يخرجون في مظاهرات ويمشون على العلم الدنماركي إهانة لهم. ولكن أقول ينبغي أن نقف مع حقائق الأمور وأن لا نتوارى كأمة مسلمة. لماذا نستهدف؟ يستهدف الإسلام لأنه ضد الشهوات وضد المصالح والمنافع للجماعات والمجموعات والدول. يستهدف الإسلام لأنهم يحتقرون أن تكون أمة الإسلام تمتلك هذا الرصيد الضخم وتأتي في ويأتيها نبي آخر الزمان وكانوا شرفا يريدونه لأنفسهم. ويحارب الإسلام لضعف المسلمين. هل تعرف أخي المسلم أن العالم الإسلامي يمتلك 70% من احتياط النفط العالمي؟ 70% من النفط الموجود في العالم كله موجود في أراضي تسمى بأراضي المسلمين، وتمتلك 25% من احتياط الغاز الطبيعي العالمي، وتمتلك 60% أو 66% من الحديد العالمي، و47% من اليورانيوم العالمي، و53% من المغنيسيوم الموجود في العالم، وتمتلك 80% من الثروات المائية، و85% من الثروات الحيوانية العالمية، و85% من فقراء العالم من العالم الإسلامي. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على غيرهم، يمتلكون الثروة المادية لكنهم لم يمتلكوا الثروة الفكرية ولا العقول النيرة ولا السواعد القوية ولا الضمائر الحية النقية التي تحافظ على ثرواتها ومقدساتها وممتلكاتها. هل تعلم أن أسوأ ما يواجهه العالم الإسلامي غياب هويته وعدم الاعتزاز بدينه والتواري خجلا من معتقداته؟ هل تتصور لماذا هزمتنا أوروبا وتفوقت علينا ماديا وعسكريا؟ تفوقت علينا لأننا نقاتل بغير هوية وهم يقاتلون لأجل معتقداتهم. والأسوأ، أفيقوا أيها المسلمون، اليمين المتطرف يدعو إلى مظاهرة عارمة في الدنمارك غدا من أجل أن يحرقوا المصحف الشريف في كوبنهاج في أكبر ساحة موجودة في الدنمارك. ولو أنهم حرقوا المصحف لن يبيدوا الإسلام ولن يهزموا الدين. المصحف موجود في الصدور، المصحف موجود في العقول، إن هذا المصحف صغارنا يحفظونه، صغارنا يحفظونه. إن هذا المصحف قامت الدور، هذه دور، هذه دار واحدة فقط من الدور، دار الحسن لتحفيظ القرآن. نساؤنا من كبار السن وجداتنا وعماتنا يحفظن القرآن. ده هوس. كان مشيت وحرقت المصحف في الساحة، المصحف انتهى؟ المصحف موجود في العقول. ولكن هل تعي الأمة فتجعل المصحف مهيمنا على حياتها وأساسا لتربيتها ولأبنائها؟ هل ستدفع الأمة بصغارها لحفظ القرآن والدفاع عن الدين والملة؟ أم حبيب رضي الله تعالى عنها، نسيبة بنت كعب المازنية، خرج حبيب ولدها في قتال الردة ليقاتل مسيلمة الكذاب، ونحن نقاتل في جبهات كثيرة، صحف في فرنسا تنشر القضية، وصحف في ألمانيا تنشر المسألة، وصحيفة في الأردن تنشر هذه الصور أيضا. في الأردن
صحيفة اسمها حشان ولا شيحان، ولكن نحمد لمالك الصحيفة أنه أقال رئيس التحرير ومدير التحرير، والذي كتب وكذلك أقيل رئيس التحرير رئيس تحرير الصحيفة الفرنسية التي أعادت نشر الصور. لكن المهم الذي ينبغي أن يعرفه الناس أن المعركة لم تنتهي، ولو اعتذرت الدنمارك، والاعتذار الذي قدمته الصحيفة اعتذار باهت، لم تعتذر عن الصور التي والرسوم، إنما اعتذرت عن أنها أثارت المسلمين، فقالت أنا أعتذر. المسلمون في الدنمارك من الدنماركيين قالوا لا نقبل هذا التصريح الغامض، نريد تصريحا صريحا بأن هذه الرسوم باطلة وما كان ينبغي أن تكون. والذي يراد من كل هذه الحملة تفريق دمه بين القبائل صلى الله عليه وسلم. إنها ذات المؤامرة أرادت قريش من كل قبيلة فتى ليقتل فيتفرق دمه بين القبائل. لما قامت الدنمارك قمنا ضدها، فالاتحاد الأوروبي يريد أن يجعل القضية قضية أوروبا كلها، وكأنهم يريدون لدمه أن يتفرق بين القبائل. ولو كان هنالك 1.2 مليار مسلم حقا لحاربوا ليس أوروبا العالم كله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هنالك مسلمون حقا لحاربوا العالم كله. إن العباس ابن عبادة بن نضرة الخزرجي يوم أن بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية قال يا قوم أتعرفون على ماذا تبايعونه؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود والعجم والعرب والناس كافة، وإنما هي أموالكم ودماؤكم تهبونها، فإن كان لكم من القوة والمنعة واليقين والإيمان ففعلوا. لو كان هنالك عالم إسلامي مش الاتحاد الأوروبي يحارب العالم كله لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أقل الواجب. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ولذلك إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله ما كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقص من مقامه الشريف شيئا، إنما يرفعه، لأنه عند الله ورفعنا لك ذكرك، لأنه عند الله عالي المقام وشريف القدر صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى القضية قضيتنا نحن كأمة، علينا أن ننظر في جانب الهوية، هويتنا كأمة مسلمة. أين الإيمان؟ أين العبادة؟ أين الأخلاق؟ في مجتمعات المسلمين على المسلمين أن يقوموا بتصحيح ما عندهم، لأن الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من أكبر أسباب ضعف المسلمين ضعف هويتهم، ثانيا هزيمتهم النفسية أمام الكفار لتفوق الكفار علينا ماديا وعسكريا، فنرى أن أقل منهم، وهذه مشكلة. المهزوم دائما، المغلوب مولع بتقليد غالبه في زيه وشعاره ونحلته وسائر عوائده. ما زال شبابنا يلبسون الفنائل التي فيها المغنيون الغربيون وهم يمسكون بالميكروفون ويغنوا. ما زال شبابنا تائه. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الناس. الآن الإذاعات الغربية والأفلام
الغربية تملأ الفضائيات المسلمة. أفيقوا أيها الناس، يريدونكم أن تكونوا هكذا دائما حتى لا ترفعوا رأسا ولا تجاهدوا ولا تناضلوا. ثالثا، من أكبر أسباب ضعف المسلمين أمام عدوهم هو داء التفرق والتشرذم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دول متفرقة، الاتحاد الأوروبي يقف من أجل الدنمارك، واحتل العراق ولم يقف أحد، واجتوحت أفغانستان ولم يتكلم أحد، واحتل الناس واحتلت إسرائيل فلسطين ولم يتحرك أحد. أين اتحادنا؟ اتحادنا هلام شكلي. الجامعة العربية صفر صفر، منظمة المؤتمر الإسلامي صفر، منظمة كده كلها صفر. أرون اتحادا فاعلا بتأشيرة من دولة أوروبية تجوب أوروبا كلها. في بلاد المسلمين يقال لك هويتك، وأنت مسلم يقال لك هويتك، ويكشوك زي ما حصل حاجة، ويجيبوك في قفص ويدخلك الدنك في الحديد. والكفار في بلاد المسلمين لا يقول لهم أحد هويتك لمجرد أنه خواجة أحمر. منهزمون. حق لأوروبا أن تحتل دياركم، وحق لها أن تستنزف مواردكم. ولو أنك مسلم تحمل جواز بريطاني في أي دولة إسلامية لا يتكلم معك أحد، وتعيش عزيزا مكرما. إن كانت هذه ليست الحقيقة كذبوني، إن لم تكن هذه الحقيقة كذبوني. أين الاتحاد الإسلامي؟ ليس الاتحاد الإسلامي الصوري ولا الهلامي، الاتحاد الإسلامي الحقيقي. داء التفرق والتشرذم في البلد الواحد. جماعات تقوم في أطراف البلد، في دارفور مشكلة، في شرق السودان مشكلة. السودان يراد أن يقسم لصالح من؟ لصالح أوروبا التي تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيقوا أيها الناس، أفيقوا أيها الناس. رابعا، غياب التخطيط والرؤى المستقبلية. ماذا نريد أن نفعل بالإسلام سنة 2010؟ سنة 2010 كوريا سوف تملك أفقر رجل في العالم سيارة، وسوف تصنع سيارات سنة 2010. لما تصل سنة 2010 بألف دولار سوف تمتلك عربية وسيارة. تخطيط للسيارات الكورية. أين تخطيطنا لنشر الدعوة في أوروبا وأمريكا والعالم؟ بل أين تخطيطنا لنشر الدعوة والوعي بين المسلمين وفي أوساطهم؟ غياب التخطيط والرؤى المستقبلية من أكبر إشكالات أمتنا. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو واجبنا كأمة مسلمة تجاه هذه الأحداث؟ ولن أكون مبالغا لو أني قلت أن الواجب الأول، علينا أن نمتلك أسلحة النصر الربانية من العودة الصادقة وتغيير أوضاعنا الداخلية. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. بالانكفاء نحو الداخل وتحقيق الذات والعودة إلى الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من الإيمان وتحقيقه، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الأخلاق والانحلال ومحاربة الفساد في مجتمعاتنا. الآن الناس كلها غضبانة، يقول لك سبوا الرسول وعملوا، والوحدة تبقى لابسة ضيق. جميل، نحمد لك هذه العاطفة، ألبس طويل واحتشمي بعدها.
الذين تقلدونهم هم الذين يفعلون بكم هذا. هذه الصورة العارية هي التي تنصر أوروبا والدنمارك وأمريكا علينا وإسرائيل علينا. أولا امتلاك أسلحة النصر الربانية، ثانيا لا بد من امتلاك أسلحة النصر المادية من دخول المعمل والإنتاج والانكباب نحو التنمية والنهضة العلمية للمسلمين. ولو أنك سألتني كيف تنتصر الأمة أقول لك تنتصر الأمة بأربعة أشياء: الإيمان بالله، ثم بالعلم نمرة اثنين، ثم بالعلم نمرة ثلاثة، ثم بالعلم نمرة أربعة. ولو قلت لي اعطني عنصرا خامسا ينصرنا أقول لك العلم. تنتصر الأمة بالإيمان والعلم والعلم والعلم. لا بد من طاعات السنن المادية حتى لا نكون رهينة لغيرنا. لماذا لا نتفوق عسكريا؟ لماذا لا نتفوق ماديا؟ لماذا لا نتفوق تقنيا وصناعيا؟ ما الذي حال بيننا وبين ذلك؟ إنها مناهجنا وعقولنا وواقعنا وحكوماتنا وتاريخنا وإشكالاتنا المعاصرة. إن كثير من الإشكالات هي التي تقعدنا عن النهضة. لماذا لا تنهض الأمة؟ ثالثا لا بد من وحدة إسلامية. وأقول إذا لم تجتمع الأمة في رسول الله ففي من تجتمع؟ إذا لم تجمع هذه النساءات الأمة وتوحد الأمة حكومات وشعوب متى ستجتمع الأمة؟ ينبغي أن تكون هذه القضية سببا مباشرا لوحدة ولو مواقفية، ولوحدة ولو في الأحداث. ونحمد لرئيس دولتنا تصريحه القوي في قضية سب النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا نريده موقفا اتحاديا يرد على اتحاد أوروبا. رابعا إن من أعظم واجباتنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان به وحبه والزود عنه. وكما أسلفت نسيبة بنت كعب المازنية أرسلت ولدها حبيب في حروب الردة ضد مسيلمة، والصحابة سبحان الله قاتلوا المشركين وقاتلوا المرتدين وقاتلوا المنافقين، شيء عجيب. حبيب اعتقله مسيلمة وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله، فقطع يده اليمنى. طبعا لما أقول لك في منبر وتحت المراوح قطع يده تقول أي والله ما بطل كويس، أنت لو كنت محله بتعمل شنو؟ داري يقطعوا يدك عديل، بتكوس الرخص، تقول ربنا ما أمر بالحلاك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال أشهد أن محمد رسول الله، قطع يده اليمنى. أتشهد أني رسول الله؟ ودمه ينزف. قال أشهد أن محمد رسول الله، قطع الكراع من حده، وتاني قطع كراع تانية صار كالفرخة، الدم نازف من كرعينه الاثنين ومن يدينه. قال مسيلمة أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن مسيلمة أنك مسيلمة الكذاب. قتل وانتصر المسلمون وجاءوا بحبيب في زنبيل في جفة لأمه. لما وضعت أكوام وأشلاء فلذة كبدها أمامه جاء النساء يعزينها، قالت لست له بأم إن لم يفعل به هذا، أتعزونني فيه ولمثل هذا أعددته؟ أتعزونني فيه ولمثل هذا أعددته؟ هل أعددنا أطفالنا وأبناءنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسول الله فداه أرواحنا،
وفداه أموالنا وأهلينا، ولا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مال من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين. فداك نفسي وأبي وأمي وولدي وزوجي يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا شعار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد رأيت يد طلحة ابن عبيد الله شلا وقى بها رسول الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعاد في نفوس الناس مكانته، والحمد لله أنها موجودة، والحمد لله أنها مركوزة في الفطر، ولكن علينا أن نتمسك بسنته وأن نحيي دينه. خامسا، إن من أكبر واجباتنا في هذه الأيام، وهذا الذي نقدر عليه، نقدر على المقاطعة الاقتصادية. ولا كرامة ولا كتر خيرك، وما بتعتبر نفسك عملت حاجة ذاته كونه تقاطع، بل إن استدعى الأمر مقاطعة جميع منتجات الاتحاد الأوروبي بغير إضرار بالتجار المسلمين، بس ما نضر التجار بتاعنا المسلمين. هم عليهم أن لا يأتوا في بقالاتهم بعد هذا بهذه السلع، وعلى الموردين أو المستوردين أن لا يأتوا بهذه السلع، لأنها ستبور. أدنى أنواع النصرة في عصرنا، لو كان هنالك من موت لمتنا، ولكن أدنى أنواع المقاطعة الاقتصادية ولا كرامة. ما تشوف نفسك إنك أنت عملت حاجة كبيرة. أيها المسلمون، إن من أعظم واجباتنا أن نحيي الثقة في أنفسنا. أخيرا، نحن نمتلك قوة ضخمة وطاقة هائلة، نمتلك بشر، نمتلك قوة بشرية ضخمة، نمتلك تفوقا روحيا عظيما، الكتاب والسنة والسيرة العطرة، نمتلك قضية عادلة، عدالة القضية. علينا أن نحيي المبشرات في ظل المحبطات من أجل استعادة الأمل والثقة في أنفسنا. نحن قادرون على أن نغلب غيرنا، وقادرون على أن ننتصر على عدونا إن انتصرنا على نفوسنا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بنبيك سوءا أو أساء إليه، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا ربنا ويا إلهنا، دافع عن نبيك، اللهم يا إلهنا ويا ربنا، دافع عن كتابك. اللهم إنا عجزنا وإنك لا يعجزك شيء، اللهم إنا ذللنا وأنت العزيز القاهر الجبار المنتقم. اللهم انتصر لنبيك، اللهم انتصر لنبيك، اللهم من كتب هذه الرسوم اللهم شل يده، اللهم شل يده يا رب العالمين، وأرينا فيه عجائب قدرتك واجعله عبرة للمعتبرين. يا إلهنا ويا مولانا، أنصر أمتنا وقوي إيماننا واحفظ شبابنا وأعد الأمن إلى ربوع بلادنا
وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم من كان يصلي معنا في هذا المسجد عمنا نور الدائم، اللهم اشفه من عندك شفاء عاجلا. اللهم إنه كان من المواظبين على الجمعة، اللهم قطعه المرض عن حضور الجمعة، اللهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. أخو أخونا الفاضل مهدي إبراهيم الذي كان يواظب على الصلاة معنا في هذا الجامع والمسجد، اللهم أعليه إلى العافية وامسح عنه بيمينك الشافية، واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، واشف وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.